السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم في عنا إن شاء الله حل أسئلة درس قاعدة السلسلة من الكتاب. طبعا يا شباب يا صبايا، هاي الأسئلة تبعت قاعدة السلسلة إذا بتحلها أنت تلقائيا راح تعمل مراجعة للدروس اللي أخذناها. يعني اليوم حصتنا حل الأسئلة هاي بضمن لك أنك إن شاء الله دارس كل إشي أخذناه من الدروس من المادة لحد الآن. إيش في عنا؟ في عنا جد مشتقة كل اقتران مما يلي. طيب بسيط، أول اقتران F برايم، عندي E بشتق القوة 4 ضرب الاقتران نفسه، انتهى. اللي بعد عندي برضو E F برايم تساوي الخمسين ثابت، بشتق الـ E 2 مشتقة القوة الاقتران نفسه، بضرب 100 اي 2 اكس ناقص 10، انتهي. اللي بعده كوساين مشتقته اف برايم سالب ساين اللي جوا نفسه ضرب اشتقاق اللي مكتوب جوا 2 اكس ناقص 3، انتهى. شايفين ما اسهلهم؟ يعني اسهل من هيك شو بدك؟ شوف اللي بعده. ايش اللي بعده؟ برضو اسئلة، طبعا اسئلة. نشتق هاي، لاحظ في البداية انه عندي حاصل ضرب اف برايم الاول اشتقاق الثاني، بشتق القوة ضرب الاقتران نفسه زائد الثاني ضرب اشتقاق الاول 20 اكس، انرتب سالب 2x في 10x سالب 20x تكعيب، ضربت الx والاثنين والعشرة، e هو سالب x تربيع زائد 20x e هو سالب x تربيع. ممكن لو السؤال ضع دائرة يطلع e هو سالب x تربيع كعامل مشترك، وهنا يخلي لي سالب 20x تكعيب زائد 20، يعني منظر ألطف. اللي بعد F برايم، عندي جذر تربيعي بفتح كسر تحت بحط 2 في نفس الجذر. هلأ هون بدي أشتق ما داخل الجذر. ما داخل الجذر لاحظ أنه هي عبارة عن قسمة اقترانين، هاي ممكن أطبق عليها القسم مباشرة، المقام في اشتقاق البسط، أو إذا بدي شوف لي هاي x على x، لو فصلت كل واحدة لحال قبل الاشتقاق بتصير x على x واحد وهاي واحد على x. أنا بشتق هاي بدل هاي، بكون اشتقاقها ألطف شوي، الواحد مشتقته بتروح بصير عندي سالب واحد على x تربيع لأنه هاي ثابت على اقتران. إذا حبيت إني أرتب بقدر بس أنزل x تربيع هون، يعني تصير 2 ضرب x تربيع ضرب الجذر التربيعي وبكون برضو انتهى. طيب اللي بعده F برايم حاصل ضرب، ممتاز نطبق الضرب، الأول مشتقة الثاني C كان تربيع الداخلي نفسه ضرب اشتقاق الداخلي سالب واحد على X تربيع زائد الثاني في اشتقاق الأول اللي هو 2x. طبعا بدك ترتبها، فيش فيها اشي ترتب، بتخلي له اياها هيك بتقول له يعطيني العافية، يعطيني انا العافية. طيب اللي بعده نشتق F برايم، طبعا انا قبل ما اشتق شو صار؟ نرجع قبل ما اشتق شو بعمل؟ بقرأ الجملة كاملة، بقرأ الجملة كاملة، 3x مشتقتها 3 ناقص، طبعا الناقص فاصلة بين هاي وبين هاي، 5 كوساين باي اكس تربيع، الخمسة بتنزل، الكوساين مشتقته سالب ساين. طبعا انت منتبه انه هاي علاقة داخل الساين او الكوساين، هلا بدي اشتق العلاقة، ضرب مشتقة اللي مكتوب جوا
2 باي اكس بتصير قوة 1 ضرب مشتقة ما داخل الأقواس باي. يعني لو بدي أرتبها، الثلاثة بتنزل، 5 في 2 في باي في باي في اكس، بضربهم في بعض، الباي بتصير تربيع، الاكس راح تضل زي ما هي، واثنين مع 5 10، يعني 10 باي تربيع اكس واحدة ساين الزاوية الداخلية نفسها. طب ضروري اعمل هيك؟ لو السؤال ضع دائرة راح يكون الجواب مكتوب بهاي الطريقة بالدوائر، لو السؤال حل وتركته مظبوط مني. اللي بعدها لن، حكينا اللن واللوغاريتم ممنوع تشتقه قبل ما تشوف لحظة هل في قسمة أو ضرب أبسط ولا لا، في. إذا هاي قبل الاشتقاق بقدر أعمل هاي لحال ناقص هاي لحال. هسا ما بقدر أعمل إشي لأنه هاي في جمع، والإكس هي قوة للإي مش قوة لكل إشي. نشتق هسا هاي إف برايم مشتقة ما داخلها إي قوة إكس، راح تضلها إي قوة إكس على الاقتران نفسه، ناقص هاي مشتقة ما داخلها، حينزل عندي سالب لأنه هاي السالب راح تكون موجودة، مشتقة القوة سالب واحد في إي قوة سالب إكس، يعني راح تصير هاي موجبة على واحد ناقص إي قوة سالب إكس. انتهينا. ممكن يعني في سؤال ضع دائرة إنه يوحد المقامات ويجمعهم في كسر واحد، ممكن. هاي اللن كامل قوته 4، يعني هاي ما بتقدر تحكي لي حط الأربعة برا لأنه اللن هو اللي قوة 4 مش الإكس، لو إنها مكتوبة هيك. هاي بتقدر تطلع الأربعة لبرا. طب كيف بدي أشتقها؟ عادي، قوس مرفوع لقوة 4 لن إكس الكل تكعيب في مشتقة ما داخل القوس 1 على إكس. شوف اللي بعده، عندنا برضو كمان مجموعة من الاشتقاقات، عندنا ساين جوا الساين في جذر تكعيب عادي، اف برايم كوساين الجذر التكعيبي لاكس ضرب مشتقة اللي داخل الساين اللي هو جذر تكعيبي، هحط 1/3 الجذر نفسه، 1 ناقص 3 سالب زائد هاي جذر تكعيبي جواته ساين، فأنا بشتق 1/3 الجذر التكعيبي نفسه الساين نفسه، الساين هنا قوته 1 1 ناقص 3 سالب 2 في مشتقة ما داخل الجذر اللي هو كوساين. لو بدي أرتبها يعني طلعوا هاي 1/3 الكوساين تكعيب تاع الجذر، عفوا التكعيب على الجذر مش هون، هاي كلها بقدر احطها على شو؟ على هاي لانه قوتها سلبة بتصير موجبة، زائد نيجي على هاي 1/3 زي ما هي، الكوساين بخليها فوق لانها قوة موجبة، وهذا الجذر التكعيبي للساين بتصير موجب 2 على اكس. هذا في حال حبيت اني ارتبها بصورة مختلفة. اللي بعدها عندي جذر 5، طبعا هاي كلها اس 1 بتصير 1/5، حكينا بنخلي الجذر نفسه اكس تربيع 8 اكس، 1 ناقص 5 سالب 4 ضرب مشتقة ما داخل الجذر، بدي اكتبها هون عشان اترك بس على هاي، مشتقة ما داخل الجذر 2 اكس زائد 8. لو بدي اعمل شوية ترتيب، هاي كسر كبير، الخمسة تحت وهاي كلها بتنزل تحت لأنه قوتها سالبة، هي الجذر الخامس إكس تربيع زائد 8 إكس قوة موجب 4، وهذا بكون موجود في البسط لأنه هو أصلا في البسط. انت اللي بعده، عندي حاصل قسمة اقترانين، يا بشتق قسمة مثل ما هو مكتوب، يا إما الإكس بطلعها لأعلى وبعملها قوة سالب 1 واشتق ضرب، الخيار لك، الحالتين سهلة. تعال نشتق قسمة، ما اشتقناش ولا سؤال قسمة في هاي الحصة، المقام تربيع، المقام في اشتقاق البسط، عدد مرفوع لقوة،
بتنزل نفسها، ضرب مشتقة القوة 2، ضرب حكينا بنحط لن العدد 3. حكينا إذا عندنا عدد مرفوع لقوة مشتق القوة، الاقتران نفسه 3 قوة 2 إكس ضرب لن الأساس ناقص البسط اشتقاق المقام اللي هو 1. لو بدك تعمل عملية ترتيب ما في إشي يترتب، هو بس بتقدر تكتبها مثلا بطريقة ألطف شوي، 2 لن 3 إكس في 3 قوة 2 إكس، طبعا اللن هذا بس للثلاثة، ناقص 3 أس 2 إكس بس. شوف اللي بعده. عندنا حاصل ضرب اقترانين، اف برايم الاكس تساوي 2 قوة سالب اكس الاول في مشتقة الثاني الكوساين سالب ساين باي اكس في مشتقة الزاوية اللي هي باي زائد الثاني في اشتقاق الاول عدد مرفوع لقوة بشتق القوة سالب 1 الاقتران نفسه ضرب لن العدد 2. لو بدي ارتبها سالب الباي حطيتها في البداية، شوف كل هذولا مضروبين في بعض، حاول ترتبهم بصورة ابسط، 2 قوة سالب اكس وهنا ساين الباي اكس، اللي تحت هاي ما فيها شيء ترتب، بس بدي اكتب سالب لن الاثنين واكتب 2 قوة سالب اكس قبل الكوساين، بس هيك شغل منظر احلى شوي. اللي بعدها عندنا قسمه، شو عندنا؟ اف برايم المقام تربيع، المقام اشتقاق البسط العشرة ثالث، اللوغاريتم مشتقة ما داخله على نفسه ضرب لن اساس اللوغاريتم اللي هو 4 ناقص البسط في اشتقاق المقام 1. طب استاذ يعني الأسئلة كلها سهلة، انا مش شايف انه في اشي صعب، يعني ضروري احلهم؟ والله شوف لما يكون في درس زي هذا حل اسئلته بضمن لك تعمل مراجعة كاملة اللي اخذته، ممتاز. الدرس اللي بعده الاشتقاق الضمني برضه في الكتاب حل اسئلته بتضمن لك مراجعة لكل ما سبق، فالافضل انك تحلها. هاي قوس مرفوع لقوة نشتقه هون، اف برايم الاثنين بتنزل، الداخلي نفسه بيصير قوة 1 ضرب مشتقة ما داخلها. عندنا قسمة المقام تربيع، المقام في اشتقاق البسط ناقص البسط في مشتقة المقام برضو في عندي كمان سالب وساين، ما بقدر اعمل اشي، هاي راح تضلها نفسها. تعال نشوف شو نقدر نعمل هون. المقام صعب اني اغير فيه اشي لانه الكل تربيع. نيجي على البسط، 1 ضرب كوساين بوزعها، كوساين ضرب كوساين، كوساين تربيع، سالب مع سالب موجب ساين تربيع، هذولا متطابقة بصيروا 1، فبصير عندي هنا 1 زائد كوساين. لاحظ انه هاي نفس هاي، فبقدر ألغي هاي مع هاي كاملة، بضل عندي 1 على 1 زائد كوساين، يعني هاي كلها بتصير 1، فبصير عندي 2 ساين اكس على 1 زائد كوساين اكس ضرب 1 على 1 زائد كوساين اكس. هلا هذول المقامين لانهم زي بعض بتقدر تحطهم قوس 1، الغي هاي وحط هاي لحالها هيك تربيع. شايفين ما احلاها؟ شوف اللي بعدها. كمية وافرة من الاسئلة بتمكنك انك تعمل مراجعة. عندي لوغاريتم مشتق اف برايم، لوغاريتم جواته اشياء، خلص ممتاز، بحط كسر مشتقة ما داخله، الواحد بروح اكس
لين إكس عملية ضرب، الأول مشتقة الثاني، الثاني مشتقة الأول. طبعاً هاي ما هاي راح تروح على نفس ما داخل اللوغاريتم، هاي كامل ضرب لين الثلاث. لو اختصرنا هون بصير عندي واحد زائد لين الإكس على واحد إكس لين الإكس، الكل مضروب في لين الثلاث. انت اللي بعده عندي اي قوة ساين، طيب مشتق اللي فوقها ساين 2x، مشتقتها كوساين 2x ضرب اشتقاق الزاوية، ضرب طبعا الاي نفسه، زائد ساين جواته اي بشتق الساين. لاحظ انه انا دايما بشتق الاقتران الخارجي، لما يكون عندي اقتران جوا اقتران جوا اقتران ببلش من برا بشتق القاعدة الخارجية بعدين بفوت للقاعدة الداخلية. ضرب بدي اشتق اللي جوا، مشتقة اللي جوا اثنين ضرب الاقتران نفسه. بس نيجي على اللي بعدها شوفها، طلع تان قوته اربعة، جوا التان في سيكان، جوا السيكان في كوساين. انا ببلش من برا، الاربعة بتنزل، التان راح يضلوا نفسه، يصير قوته ثلاث. الاشياء الداخلية هاي راح اخليها زي ما هي، انا نزلت اربعة وخليت تان. هلا بدي اشتق اللي جوا القوة اللي هو هاي كاملة، مشتقة التان سيكان تربيع، طبعا هون ضرب هاي سيكان تربيع، وراح يضل اللي جوا نفسه. هلا اشتقيت التان، بدي اشتق اللي جواته سيكان، السيكان مشتقته سيكان ضرب تان. طلع كيف اشتقيت الاربعة، بعدين اشتقيت التان، بعدين اشتقيت السيكان، هسا اخر اشي ضرب بدي اشتق الكوساين اللي هو سالب ساين. يعني هذول كلهم مضروبين في بعض جنب بعض، جابوا زيه في امتحان الوزارة 2005. وطبعا هذا جواب نهائي، لا بتقدر لا تضربهم ولا ترتبهم ولا تسوي فيهم. شوف اللي بعده، جد معادلة المماس عند قيمة X المعطى. معادلة المماس حكينا بحاجة إلى نقطة وإلى ميل، هاي X، الواي من وين؟ نعوض هون سالب 2، طبعا مش الميل هاي واي، 4 في E سالب نص ضرب 2 تربيع. طيب عفوا سالب 2، سالب 2 لما تربعها بتصير 4 ضرب نص 2، يعني بتصير 4 E قوة سالب 2. ما في مجال للتبسيط، إذا قيمة Y هي 4 E قوة سالب 2. الميل نشتق، هاي بدي أشتق، الأربعة بتنزل، مشتقة اللي فوق 2 في سالب نص سالب 1 X في E قوة سالب نص X تربيع كامل. نعوض برضو سالب 2، هاي برضو راح تطلع اي قوة سالب 2، 4 ضرب سالب هون والاكس فيها كمان سالب 2، يعني الميل يساوي 8 في اي قوة سالب 2. معادلة المماس واي يساوي ام اكس ناقص هاي سالب 2، اكس ناقص ناقص 2 زائد الواي اللي هي 4 اي قوة سالب 2. بقدر اوزع واي يساوي عشان الدوائر 8 اي قوة سالب 2 ضرب اكس، و2 في 8 16 اي زائد 4 اي 20 اي. انا وزعتهم وجمعتهم مع بعض بخطوة واحدة. هون اف الاكس يساوي كوساين، عفوا اكس زائد كوساين، الاكس صفر، بدنا الواي، نعوض هون مباشرة، صفر كوساين اثنين ضرب صفر صفر، صفر كوساين الصفر واحد، اذا الواي تساوي واحد، اذا عندنا نقطة صفر فاصل واحد. الميل نشتق، الاكس واحد، الكوساين سالب ساين اثنين اكس ضرب اثنين،
نعوض صفر، واحد بتنزل ساين الصفر صفر ويساوي واحد، إذا الميل يساوي واحد. واي يساوي ام اكس ناقص صفر زائد محل واي واحد، يعني واي تساوي اكس زائد واحد. انتهى. شوف اللي بعده. في كمان فرعين على المماس. هاي اول اشي عندي صفر الواي، نعوض هون اثنين اس صفر واحد. الميل نشتق اثنين قوة اكس، بشتق القوة واحد لاثنين نفسها في لن العدد اثنين، نعوض صفر اثنين اس صفر في لن اثنين ويساوي لن اثنين. اذا هاي الميل واي يساوي اثنين عفوا لن الاثنين ضرب اكس ناقص صفر زائد واحد وتساوي لن الاثنين اكس زائد واحد. هاي معادلة المماس. هون عندنا نقطة الاكس تساوي ثلاث، نعوض هون ونطلع واي، ثلاثة زائد واحد الساين برا القوس، باي في ثلاث، ثلاثة باي على اثنين، الأربعة جذرها اثنين، ثلاثة باي على اثنين 270، ساينها سالب واحد فبتصير سالب اثنين قيمة واي. الميل نشتق، عندي حاصل ضرب الأول اشتقاق الثاني كوساين ثلاثة باي على اثنين اكس في مشتقة الزاوية عفوا باي على اثنين، أنا خربطت وعوضت هاي، باي على اثنين اكس كوساين باي على اثنين اكس في مشتقة الزاوية اللي هي باي على اثنين زائد الثاني في اشتقاق الأول جذر تربيعي واحد على اثنين في الجذر نفسه. هاي كلها بدنا نعوض فيها ايش؟ ثلاث. احسبوا معي بسرعة، ثلاثة وواحد أربعة. شوفوا هاي كوساين ثلاثة باي على اثنين 270، كوساينها صفر فهاي الكمية كلها راح تصير صفر، ثلاثة باي على اثنين ساينها سالب واحد ضرب هنا ثلاثة زائد واحد أربعة جذرها اثنين في اثنين واحد على أربعة، يعني الجواب سالب واحد على أربعة هي الميل. إذا الميل سالب واحد على أربعة، إذا واي تساوي سالب واحد على أربعة إكس ناقص ثلاث زائد الواي اللي هي سالب اثنين. بس شوف اللي بعده شو بده. إذا كان A of X يساوي F بعد GX، وكان G برايم G F برايم F برايم F السالب 2، طلع كم معلومة معطيني، فإن A برايم 5، يعني المطلوب A برايم عند الخمسة. نروح نشتق A برايم X تساوي، نشتق هاي مشتقة الخارج لأنها تركيب، الداخلي نفسه ضرب مشتقة الداخلي، عندما X كم تساوي؟ 5، نعوض 5 F برايم لجي الخمسة ضرب جي برايم الخمسة، طلعوا جي برايم الخمسة هاي 6، جي الخمسة سالب اثنين هاي جوا اف برايم، يعني بدي اف برايم السالب اثنين، اف برايم السالب اثنين هاي اربعة، اربعة ضرب ستة هاي 24. لاحظ انت استعملت هاي. طب هذولا شو موقعهم من الاعراب؟ هذولا ليس لهم محل من الاعراب، هذولا وجدوا حتى يحاولوا يغلطوك في الامتحان. يعني هاي اف برايم مين؟ خمسة، واحد ما انتبه هنا على الجي نسيها، صارت عنده اف برايم الخمسة ما حط الجي، بيجي بيستعمل هاي، واحد ما انتبه انه يشتق اف برايم صارت معاه
اف اف مش اف برايم. واحد مسطل في الامتحان فكرها عملية ضرب، قال لك الأول في مشتقة الثاني والثاني في مشتقة الأول، بلاقي كل الأرقام اللي بده إياها موجودة هون، وساعتها إن شاء الله راح السؤال عليه. اقرأ السؤال، اقرأ السؤال منيح، اقرأ السؤال منيح قبل ما تفكر تحله، اقرأ السؤال واستوعب معلوماته، لأنه في معلومات زيادة في بعض الأحيان. اللي بعده، إذا كان الاقتران A of T يساوي N E قوة 0.1 T، يمثل عدد الخلايا البكتيرية بعد T ساعة. يعني A كم خلية، T الزمن اللي راح يكون فيه عملية في المختبر نمو بكتيريا. جد معدل، أيوة معدل يعني مشتقة، نمو المجتمع بعد 3 ساعات، بده دي A بالنسبة للزمن. طيب بدلالة الثابت N، يعني N هي عبارة عن ثابت رقم، خليه وما تعوضه، نشتق N ثابت بنزل، أشتق الـ E، بشتق القوة اللي هي 0.1 ضرب الـ E نفسه، بعد 3 ساعات بعوض له 3، 1/10 N زي ما هي E، 1/10 ضرب 3 بتصير 3/10، هي الجواب النهائي. طيب إذا كان معدل نمو المجتمع بعد K ساعة وهو 2/10، لاحظ أعطاني المعدل تبع النمو، يعني هو أعطاني أنه معدل نمو المجتمع 2/10، متى؟ بعد K ساعة، مجهول. فما قيمة K بدلالة N؟ يعني أعطيني الكي الثابت كم يساوي بدلالة مين؟ الان. طيب إذا هاي معروفة، هاي معروفة إنها تساوي 2/10 ان في 1/10 في اي قوة 1/10 ضرب كي. أنا بدي أطلع كي، حكينا إذا المجهول فوق اي يعني قوة، لازم أول إشي تتخلص من الأشياء هاي، فبروح بقسم الطرفين على N ضرب 1/10، هاي بتروح شو ضل عندي؟ 2/10 على 1/10، الفواصل بتروح مع بعض لأنه وراها نفس عدد المنازل، شو بضل عندي؟ 2 على N. لما يكون عندك عددين فيهم فواصل، أسهل طريقة عشان تتخلص من الفاصلة، كم منزل فيه بعد الفاصلة؟ منزلتين، هون واحدة، خلي عدد المنازل نفسه، أنت ضيف من عندك 0، ساعتها بتروح الفاصلة مع الفاصلة. عشان تتخلص من الفواصل بالقسمة، خليهم في البسط وفي المقام، كمية أو عدد المنازل اللي بعد الفاصلة متساوي، ضيف أصفار، ساعتها الفاصلة مع الفاصلة بتروح. إذا 2 على N تساوي E قوة 0.1K. نحط لن للطرفين، لن 2 على N يساوي الـ E بتروح 0.1K، أضرب الطرفين بـ10 حتى ألغي الفاصلة 1، K يساوي 10 لن 2 على N. طبعا ممكن ابسطها، افك لين الاثنين لحال ناقص، لكن مش مطلوب مني، مطلوب مني قيمه كي، تفضل هي قيمه كي. اللي بعده، جد المشتقه العليا المطلوبه في كل مما يلي، بده اياني اشتق، نشتق اف برايم كم مره؟ 3. الساين بصير كوساين باي ضرب مشتقة الكوساين اللي هي باي، هي حطيتها هون، أشتق ثاني مرة، هذا ثابت بنزل زي ما هو، مشتقة الكوساين سالب ساين باي اكس في مشتقة الزاوية، يعني صار عندي سالب باي تربيع ساين الباي اكس، كمان مرة بده 3، اف 3 مشتقات، سالب باي تربيع ساين بتصير كوساين،
في مشتقة اللي جوا كمان باي، يعني بدها تصير سالب باي تكعيب، لأنه في عندي أصلا باي تربيع في كوساين باي إكس، هاي المشتقة الثالثة. هذا بده خمس مشتقات، ما شاء الله، ما أنا فاضي فيش ورا شيء. طبعا اللي بيشتق مرتين بيشتق 50 مرة، كلها نفس المبدأ. سالب ساين 2x زائد 1 ضرب 2، يعني هاي الاثنين نكتبها هون ونلغيها منها. كمان مرة هاي المشتقة الثانية، سالب 2 الساين حيصير كوساين 2x زائد 1 في اشتقاق الداخل 2، فهي راح اكتبها هون 4 لانه 2 ب 2. سالب 4 الكوساين هي المشتقة الثالثة، سالب 4 الكوساين حيعطيني كمان سالب بصير موجب، و4 حتعطيني كمان 2 8 ساين 2x زائد 1. نشتق كمان مرة هي المشتقة الرابعة، الثمانية راح تنزل، الساين مشتقة كوساين حتعطيني كمان 2، هون بدي أشطب الثمانية وأحط 16. المشتقة الخامسة 16 راح تنزل، الكوساين مشتقة سالب ساين 2x زائد 1 في مشتقة اللي جوا 2، 2 ب 16 سالب 32 ساين 2x زائد 1. انتهينا، هاي خمس مشتقات. اللي بعده بده المشتقة الثانية، المشتقة الأولى الكوساين سالب ساين ضرب مشتقة الزاوية اللي هي 2x. بدي أشتق مرة ثانية، لاحظ إنه صار عندي ضرب اقترانين، الأول نفسه ضرب مشتقة الثاني، زائد الثاني نفسه ضرب، ركز معي، الأول يا صديقي مع الإشارة، مع الإشارة بتاخذه، سالب ساين بتصير سالب كوساين ضرب مشتقة الداخلي 2x. نرتبها، هاي الأولى سالب 2 ساين الإكس تربيع، زائد 2x في 2x 4x تربيع، وفي سالب هيها كوساين x تربيع. بس جد إذا كان الاقتران y يساوي e كوساين x، جد ميل المماس، بس بده الميل. طب أستاذ أنا لو طلعت المعادلة المماس كاملة غلط؟ لا والله مش غلط، بس أنت ضيعت وقت على الفاضي، شو بدي فيها أنا؟ أنا بدي الميل المشتقة، تطلع معادلة شو بدي فيها؟ نشتق دي واي على دي اكس تساوي، ليش حطيت دي واي على دي؟ خلص عادي جاء عبالي، بشتق القوة كوساين ضرب اي قوة ساين، عند النقطة 0 1 أنا بدي أخذ اكس مش تأخذ واي، كوساين الصفر في اي ساين الصفر، كوساين الصفر 1 اي ساين الصفر 0، بتصير 1 اي قوة 0 1، اذا 1 يساوي الميل. ممكن يكون السؤال ضع دائرة يقول لك فإن ميل العمودي على المماس، اقرأ السؤال منيح 900 مرة بنحكي اقرأ السؤال منيح، ممكن بس يخربطك. شوف السؤال، يعني مواد بشعة، قنبلة نووية، يمكن نمذجة، شو يعني نمذجة؟ هذا أهم إشي بربط بين الفيزياء والرياضيات، النماذج. لما بيجي عالم فيزياء بدرس مسألة فيزيائية بحاول يعملها نموذج رياضي، يعني يعملها معادلة رياضية، هون الربط بينهم. أنا في عندي إشي بالفيزياء بدي أشوف شو العلاقة بين المكونات تبعته، طب شو بدي أعمل؟ بحاول أعملها نموذج رياضي، يعني أطلع لها علاقة زي هيك أقدر أستعملها في التوقعات والحل تبعي. يمكن نمذجة الكمية بالغرام المتبقية،
الكمية المتبقية من عينة كتلتها الابتدائية 20 جرام من عنصر البلوتونيوم. يعني أنا عندي 20 جرام بلوتونيوم، أبي لو عندي 20 جرام بصير مليونير، عندي 20 جرام بلوتونيوم، هذولا راح يتناقصوا مع الزمن بسبب الإشعاع. كم راح يصير أو كم راح يتبقى من كتلتهم بعد تي يوم، يعني بعد كم يوم راح أعطيك أنا كم يوم، شوف لي كم راح يتبقى من كتلتهم باستعمال الاقتران. جد معدل تحلل عنصر البلوتونيوم، معدل تحلل دي اي على دي تي يساوي، نشتق هاي العشرين بتنزل، هذا عدد مرفوع لقوة، بشتق القوة مكتوب هي تي على 140، يعني قاعدة على عدد، بشتق القاعدة وبترك العدد نفسه، في نص قوة تي على 140 ضرب لن النص، عندما تي يساوي كم؟ 2، نعوض 2، 20 في 1 على 140، 2 على 140، طبعا بتجيب لك آلة حاسبة وبتطلع الجواب. طب هو أستاذ بده معدل تحلل عنصر، شو يعني تحلل؟ التحلل معناه تناقص الكمية بالنسبة للزمن، فأنت اللي طلعته هو معدل تناقص الكتلة واللي هو عبارة عن معدل التحلل. طيب اللي بعده، يتحرك أو كرة معلقة بزنبرك تتحرك إلى الأعلى والأسفل، ويحدد الاقتران موقع الكرة عند أي لحظة أو أي زمن لاحق، حيث تي الزمن بالثواني وأس الموقع بالسنتيمتر. جد سرعة الكرة عندما تي يساوي 1 بده إيش؟ السرعة. السرعة ولا الموقع؟ السرعة أو الفرع السرعة، نشتق V تساوي 0.1 بتنزل، الساين بصير كوساين، ضرب مشتقة ما داخلها 2.4، يعني صار عندي 0.1 لحال، 2.4 لحال، في كوساين 2.4 تي. عندما تي كم تساوي؟ 1، نعوض 1، هاي الأرقام زي ما هي، ضرب 1. طب هاي كيف بدي أحسبها؟ هاي طبعا بدها آلة. هلا الأرقام الغير مشهورة اللي زي هيك بدها آلة حاسبة، وطبعا أنت عارف حكينا إن شاء الله راح يكون في عنا حصص كاملة عن الآلة الحاسبة. هاي عشان نحلها رايحين نضطر نستعمل نظام الريديان في الآلة الحاسبة. ليش؟ لأنه الرقم اللي جوا هو عبارة عن ريديان، إحنا متفقين، وما في باي، فهي زاوية بالنسبة لي أنا غير مشهورة. اللي بعده، موقع الكرة عندما تكون سرعتها 0، بدنا نحط العلاقة هاي كاملة تساوي 0، V تساوي 0، يعني هاي 0.1 2.4 كوساين 2.4 T تساوي 0. لو قسمت هذول بروح بضل عندي كوساين 2.4 T يساوي 0. بسأل حالي مين هي الزاوية اللي كوساينها 0؟ اللي كوساينه 0 هو حكينا عبارة عن 90 و270، بس هذا ايش يساوي؟ 2.4 T. بدي اقسم هون على 2.4 على 2.4، بس طبعا هذا سؤال زي هيك اكيد انا بدي آلة حاسبة عشان احله. باي على 2 تقسيم 2.4، وهذا 3 باي على 2 تقسيم 2.4. الأزمن اللي طلعت معي هاي على الآلة الحاسبة بقسمهم وبحط محل باي 3 و14، وبرجع بعوضهم هون وبستعمل نظام الريديان. جد موقع الكرة عندما يكون التسارع 0، نفس مبدأ اللي عملناه بس بدنا نحله على التسارع، بس هذا السؤال أنا راح أرجع أحله إن شاء الله كامل في حصة تبعت الآلة الحاسبة،
فمش مهم نكمل هسه. شوف اللي بعده. يبين الشكل المجاور منحنى الاقترانين اف الاكس وجي الاكس. بقول لي اذا كانت اتش الاكس، اتش هي عباره عن اف بعد جي، البي هي عباره عن جي بعد اف، بده بي برايم واتش برايم. نحل واحده واحده. اتش برايم، اتش برايم واحد تساوي، نشتق هاي اف برايم، طبعا هاي اتش الاكس لسه ما عوضناش، اف برايم لجي الاكس ضرب جي برايم الاكس مشتقة الداخل، نعوض واحد بتصير اتش برايم واحد تساوي اف برايم لجي واحد ضرب جي برايم الواحد. جي برايم وجي، جي واحد، الجي هو اللون الازرق، هي الواحد بمشي معاها، هيا هون كم جوابها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. إذا هاي اف برايم الأربعة. طيب جي برايم الواحد هاي عجيب، تقع على خط مائل. إذا جي برايم واحد المشتقة تساوي الميل اللي هو دلتا واي على دلتا اكس. نختار نقطتين على هاي القطعة المائلة. لو أخذنا واحد مع أربعة اللي استعملناها قبل شوي، هاي واحد اكس واي أربعة اللي هي استعملناها إحنا في الجي هون. ناخذ كمان نقطة زي ما حكينا، حاول تختار نقطة مضبوطة. يعني مثلا هاي، هاي عبارة عن اثنين مع ثلاثة، بتصير أربعة ناقص ثلاث، أربعة ناقص ثلاث على واحد ناقص اثنين، يعني واحد على سالب واحد يعني سالب واحد. هاي سالب واحد اللي هو الميل. هلا اف برايم الاربعه، الاربعه واحد اثنين ثلاثه اربعه على اف بالاحمر هون، هاي عشان اطلعها بدي ميل هاي القطعه. ناخذ نقطتين تمر منهم القطعه الحمراء، اثنين مع اربعه هاي على اف، هاي النقطه برضو لانها عامله زاويه حلوه، هاي عباره عن واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، خمسة مع ثلاثة. نحسب الميل، أربعة ناقص ثلاث على اثنين ناقص خمسة، هاي واحد على سالب ثلاث، إذا عندي سالب ثلث في سالب واحد ويساوي موجب واحد على ثلاث. بي برايم، عندي بي أوف إكس تساوي جي جوا الجي اف، نشتقها بي برايم بتصير جي برايم الاف ضرب مشتقة الداخلي اللي هو اف برايم، نعوض واحد بي برايم واحد جي برايم لاف الواحد في اف برايم الواحد جي برايم اف واحد، هاي واحد، نطلع على اف اللي بالاحمر هاي اثنين، اف برايم واحد هاي اف واحد، بدنا نطلع ميل هذه القطعة المستقيمة. نيجي هنا برضو ناخذ نقطتين عشان نعمل دلتا واي على دلتا اكس، بس النقطتين لازم يكونوا على القطعة هاي. ناخذ صفر مع صفر وواحد مع اثنين، اي نقطتين حلوات يمر منهم المستقيم. نطرح 2 ناقص 0 1 ناقص 0 يساوي 2، اذا هاي اف برايم تساوي 2، جي برايم 2 هاي 2 هون. هلا اذا انت منتبه وعندك افرع بالامتحان، الاثنين والواحد هم على نفس القطعه الزرقاء هاي، احنا طلعنا جي برايم 1 هيها سالب 1، لو بدي اطلع جي برايم 2 واخذ نقطتين حيطلع معي نفس الجواب، فخليني اخذ سالب واحد جواب جاهز. طبعا انت كان السؤال عندك فيه فرعين فاستفدت من بعض عادي، لو مش محسوب عندي انا هنا اي نقطة على هذا الخط مباشرة بدي احسبها لحالي. طبعا اتذكر حكينا عند الرؤوس هنا المشتقة بتكون غير موجودة لانه المشتقة من اليمين لا تساوي المشتقة من اليسار، لكن هذا ما بيأثر على انك تستعمل النقطة
في استخراج الميل. شوف اللي بعده، شو ظل عندنا؟ عندنا سؤال فقط. إذا كان الاقتران من AX زائد B يساوي باي A و B ثابتان موجبان، وكان ميل المماس لمنحنى الاقتران عند النقطة P هو 1، أجب عن السؤالين الآتيين تباعا: أثبت أن الإحداث B، الإحداث X عفوا، للنقطة B أقل من 1. B مش معروفة، بس بقول لي أثبت لي إنه الإحداث X، طبعا النقطة B راح يكون إلها X وإلها Y، بقول لي هاي الإكس أثبت لي إنها راح تكون أصغر من 1، حيث المعلومة الوحيدة عندي A و B عددين موجبين والمشتقة 1. طيب نشتق Y برايم يساوي مشتقة ما داخل اللين A على نفسه. النقطة B مش معروفة، بس معروف الميل تبعها كم يساوي؟ 1. 1 يساوي A على AX زائد B. طب كيف بدي أثبت إنه الإحداث X راح يكون أصغر من 1؟ تعالوا نعمل X موضوع القانون عشان نعرف نحكي. نعمل تبادل. AX زائد B بضربها في 1، وهاي بضربها في 1. انقل هاي على الجهة الثانية. A ناقص B. اقسم على A، A على A ناقص B على A، يعني X 1 ناقص B على A. طب شو بدي أستفيد؟ طلع ال B وال A ثابتان موجبان، إذا هذا الناتج عبارة عن إشي موجب. B عدد موجب و A عدد موجب، لو قسمتم على بعض رح يطلع عدد موجب، صحيح أو كسر ما بعرف، المهم إنه هاي الكمية عدد موجب. طب أنا لما يكون عندي 1 صحيح أطرح منه أي كمية موجبة، الواحد رح يخسر لأنه رح أشطب منه كمية موجبة، إذا هاي الكمية أكيد أقل من 1. إذا قيمة X دائما أقل من 1 بالنسبة للنقطة B. تمام لهون؟ إن شاء الله. طيب شو عندنا هون؟ جد قيمة كل من B و A مجهولين، علما أن B هي النقطة 0 و 2. أعطاني النقطة B إحداثياتها 0 و 2، وعندي معلومة أنا أصلا إنه الميل عند النقطة B يساوي 1، يعني المشتقة عند B تساوي 1. هاي النقطة يمر منها الاقتران، إذا هي تحقق المعادلة، يعني ارجع على الأصلية، حط محل واي 2 راح يصير يساوي لن الـ A ضرب 0 زائد B. عوضت هون في المعادلة الأصلية X 0 واي 2، لأنه هاي نقطة ونقطة معناها تحقق العلاقة الأصلية. 2 يساوي لن ال B. كيف بخلص من اللن؟ بحط قوة E قوة E، ال E بتلغي اللن، إذن ال B يساوي E تربيع. هاي طلعنا قيمة B، المشتقة عند ال B كم تساوي؟ 1. هاي المشتقة Y برايم تساوي A على AX زائد B. بما أنه Y برايم 1، أنا هسا بقدر أعوض محل X 0 لأني صرت أعرفها، والبي بعرفها اللي هي E تربيع. اعمل ضرب تبادل، 1 في A A، 1 في E تربيع. إذا العدد A والعدد B متساويان وكلاهما يساوي E تربيع. الفرع الثالث، جد إحداث النقطة التي يكون عندها ميل المماس نص. بده إحداثي نقطة بتخلي الميل يساوي نص. أول إشي هاي الميل، الميل اللي هو المشتقة إحنا طلعناه A على AX زائد B، هو بده نقطة بتخلي الميل كم يساوي؟
نص، مع مراعاة أنه أنا صرت أعرف A و B، عشان هيك حل الأسئلة تباعا قال لك نص يساوي محل A E تربيع، وهنا E تربيع X زائد محل B E تربيع، نعمل تبادل بدها تصير هاي نص، عفوا 2 في E، 2 E تربيع يساوي هذولا كلهم في واحد E تربيع X زائد E تربيع، هاي لو جبتها لهون بتنطرح بضل E تربيع واحدة، اقسم على E تربيع بصير عندي X يساوي واحد. إذا النقطة اللي ميلها نص الـ X تبعها يساوي واحد. طب والـ Y؟ ارجع على العلاقة الأصلية، احنا طلعت معنا لفوق اللي هي Y تساوي لن، أنا نسيت، لن AX زائد B، لن AX زائد B، حط محل X واحد بتصير Y تساوي لن E تربيع زائد E تربيع، ويساوي لن 2 E تربيع. حاب تبسطها اعمل لن الاثنين لحال زائد لن الاي تربيع لحال، هاي بتروح مع هاي، بيظل عندك لن الاثنين زائد اثنين، او اثنين زائد لن الاثنين، هاي احداثيات النقطة كاملة. بس صعب؟ جميل. السؤال اللي بعده، جد دي واي على دي اكس في كل مما يلي. طيب وماله؟ طلع طلع، الكلمة هاي بتخزي، أنا هاي الكلمة ما بحب أشوفها في الكتاب. شو تحدي؟ هل عنا يا تعال نشوف هذا حاصل ضرب واحد اثنين ثلاث، بقدر أشتق حاصل ضرب ثلاث اقترانات، حكينا واي برايم، بشتق الأول راح يظل نفسه، بخلي الثاني والثالث زي ما هم. هلأ بخلي الأول بشتق الثاني بخلي الثالث زي ما هو، زائد بخلي الأول بخلي الثاني بشتق الثالث. طبعا بدك ترتبها، رتبها شوي من غلط. هاي واي برايم جذر تربيعي تحت اثنين في الجذر نفسه، مشتقة ما داخل الجذر كوساين، مشتقة ما داخل الكوساين واحد على اثنين جذر الاكس، انتهى. شو ظل عندنا اسئلة؟ والله هذا اسئلته كثير الدرس، هذا اظن اخر سؤال، اخر سؤال. زقت شكلي. شو بحكي لي؟ يمثل الاقتران موقع جسيم يتحرك في مسار مستقيم، بده السرعة والتسارع بعد تي ثاني، بشتق مرة مرتين، هاي V تساوي لن مشتقة ما داخله 2 تي ناقص 2، هذيك بتروح على تي تربيع ناقص 2 تي زائد 1/9. التسارع نشتق كمان مرة، عندي حاصل قسمة المقام تربيع، المقام ضرب هاي 1/9، مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام 2 تي ناقص 2 بعد تي ثاني بدون تعريض. جد موقع الجسيم والتسارع عندما تكون السرعة صفر، بدي الموقع والتسارع لما السرعة ايش؟ صفر. هاي السرعة لو حطينا هاي يا جماعة تساوي صفر، اعملنا ضرب تبادلي كل المقام بروح، بيظل عندي 2 تي ناقص 2 يساوي صفر، يعني 2 تي يساوي 2، يعني تي يساوي 1، يعني بدي الموقع والتسارع لما تي يساوي 1. برجع بعوض اس 1، بعوض هون 1، لن 1 2 زائد 1
ويساوي. واحد ناقص اثنين سالب واحد مع واحد وتسعة لن التسعة بالعشرة متر. كم يساوي على الآلة الحاسبة؟ التسارع بدي أعوض هون واحد. طبعا هاي تعويضها حلو. واحد ناقص اثنين زائد واحد حكينا هاي تسعة بالعشرة. ضرب اثنين ناقص اثنين ناقص هاي صفر وهاي صفر راح وهذولا كليتهم على هاي حكينا برضو تسعة بالعشرة. ظل عندك تسعة بالعشرة ضرب اثنين على تسعة بالعشرة تربيع. الغي واحدة من التسعات مع واحدة بظل عندك اثنين على تسعة بالعشرة. اضرب بعشرة اذا بدك ترتبها عشرين على تسعة. متى يعود الجسيم الى موقعه الابتدائي؟ حكينا يعود الى موقعه الابتدائي. اول اشي بتروح على المعادلة الاصلية اللي هي اس بتعوض فيها صفر اللي هي لن صفر ناقص صفر زائد واحد فاصلة تسعة. بتحكي لي الموقع الابتدائي هو لن واحد فاصلة تسعة. هلأ متى يعود إله؟ بحط لن التي تربيع ناقص اثنين تي زائد واحد فاصلة تسعة يساوي لن واحد فاصلة تسعة. طبعا اللن بلغي اللن لأن لو حطيت إيه بروحه فبظل عندي تي تربيع ناقص اثنين تي زائد واحد وتسعة يساوي واحد وتسعة. هاي لو نقلناها بتروح بظل عندك يا صديقي يساوي صفر تي عامل مشترك يساوي صفر. يا إما تي تساوي صفر أو تي تساوي اثنين. هاي مرفوضة لأنها لحظة البداية. إذن يعود الجسم عندما تي تساوي صفر. هيك انتهى الدرس. أسئلة السلسلة حليناهم كاملين. هيك إن شاء الله هاي الحصة انتهت. هيك إن شاء الله المفروض عملنا مراجعة على كل الدروس اللي قبل قاعدة السلسلة مع قاعدة السلسلة. هيك المرة الجاي أو راح تلاقي إن شاء الله نازل على الموقع ورقة عمل زائد في امتحان في امتحان في الدروس اللي أخذناهم. طبعا امتحان بتحله وفي الإجابات تبعونه موجودات بتصلح إن شاء الله لحالك. وأي ملاحظة أو سؤال بدك إياه ابعث لي على الواتساب قل لي أنا في عندي نقطة في عندي سؤال عشان نجاوبك عليه. نراكم إن شاء الله الحصة الجاي ويعطيكم ألف عافية.